عموما فرقه الاهلي طبعا حضراتكم عايزين تطمنوا عليها، اخر استعدادات الفريق قبل لقاء بلاتينيوم بكره الصبح، يتوجهوا الى بولاوايو المدينه اللي هتستضيف المباراه. معنا من هراري موفد قناه الاهلي الزميل فاروق صلاح عشان يحطكم في تفاصيل استعدادات الاهلي لهذه المباراه المهمه جدا. يا فاروق مساء الخير. فاروق مساء النور استاذ ابراهيم، مساء النور على حضرتك، مساء النور استاذ ابراهيم. مساء الخير، اتفضل. تحياتي وتحيات المهندس سعد. مساء النور استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك طبعا والباشمهندس سعد القيعي والكل مشاهدي ومتابعي شاشه. ايه يا عصفور الكناري يا مالك؟ اتكلم سامعينك. تحياتي لحضرتك والمهندس سعد القيعي والكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زيمبابوي وبالتحديد العاصمه هراري، مقر اقامه باثه فريق النادي الاهلي. حاله من الجديه، حاله من الاصرار، حاله من التركيز بتفرض نفسها على بعثه فريق النادي الاهلي وعلى لاعبي النادي الاهلي من اجل تقديم مباراه تليق باسم النادي الاهلي وتحقيق انتصار بمشيئه الله على فريق بلاتينيوم في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الغائبه عن النادي الاهلي ان شاء الله يتمنى التتويج والفوز بها هذا الموسم. خليني يعني اقرب حضراتكم من الاحداث اكتر. النهارده الفريق ادى مرانه الثاني على الاستاد الوطني بزيمبابوي، استاد الوطني بهراري. المران الاول كان اداه فريق النادي الاهلي امس في تمام الساعه 5:30، وكان من الامور المهمه جدا يعني بعد الرحله الطويله الشاقه اللي استغرقت اكتر من 12 ساعه، كان في حرص من لاعبي النادي الاهلي على الاداء المران بجديه وبتركيز على الرغم من سقوط امطار. يعني شفنا تغير الاجواء سريعا في هراري بالتحديد، يعني ما بين حراره الجو وارتفاع نسبه الرطوبه ثم سقوط امطار وامطار بغزاره، لكن لاعبي النادي الاهلي كان عندهم حاله من الاصرار، حاله من الحماس على اداء المران. النهارده الفريق ادى ايضا مرانه في تمام الساعه 3:00 على ملعب الاستاد الوطني بهراري. ابتدى المران، مستر ريني فايلر حرص على يعني شرح بعض الامور للاعبين وحثهم على اهميه اللقاء وضروره تحقيق الانتصار في هذا اللقاء، ثم انطلق المران، بدأ الجزء البدني مع مستر توماس، ثم بعض الجمل الفنية اللي بيبقى حريص عليها مستر ريني فايلر. واضح ان هو يعني دارس فريق بلاتينيوم وكان اتفرج مرة تانية على اللقاء اللي كان اقيم ما بين الاهلي وبلاتينيوم على استاد السلام. النهاردة كان في تركيز شوية على الكرات العرضية والكرات الثابتة وكيفية استغلالها، ايضا عملية التحضير اللي النادي الاهلي بيعملها في منطقة خط الدفاع، المنطقة اللي ما بين قوس ال 18 ودايرة السنتر، وبيبقى حريص عليها النادي الاهلي ان هو يبدأ من خلالها الهجمات. حالا من ارتفاع الروح المعنويه يا باشمهندس والاستاذ ابراهيم عند لاعبي النادي الاهلي، بنشوف تألق النهارده، بنشوف مروان محسن اللي بطمن من خلال حضراتكم جماهير النادي الاهلي عليه. مروان ان شاء الله يعني كان هناك بعض الشكوك في لحاقه بالمباراه، لكن مروان موجود معانا باذن الله، وادى مروان اكثر من رائع، وهيكون واحد من العناصر ان شاء الله تكون موجوده في اللقاء بصفه اساسيه. ايضا تألق من عمرو السليه، تألق من اليو ديانج، احمد فتحي، وليد سليمان، وجونيور اجايه. زي ما قلنا مستر ريني فايلر بيحاول ان هو يستغل اكثر الكرات العرضيه، الكرات الثابته. من الامور المهمه ايضا يا باشمهندس اللي احنا يعني عايزين من خلال حضراتكم طبعا وخلال قناه النادي الاهلي ان احنا نوجه شكرنا لمسؤول السفاره المصريه ممثله في معالي السفير محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي على المجهود المبذول مع بعثه النادي الاهلي، المهندس ابراهيم القفراوي رئيس البعثه، والكابتن سمير عدلي، والكابتن سيد عبد الحفيظ. وايضا من خلال القرار المهم جدا اللي تم اتخاذه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي في ان يكون اقامه الفريق في اول يومين خلال هذا البعثه ان يكون اول يومين في هراري. ده فارق جدا يا باشمهندس واستاذ ابراهيم، فارق جدا مع لاعبي النادي الاهلي. اقامه طبعا هنا في هراري في اول يومين فرق كتير جدا مع لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله الانتقال هيكون غدا لمقاطعه بولاوايو اللي هيقام عليها اللقاء، وهي بالظبط بتبعد عن مقر عن هراري ب 435 كيلو متر. هيكون الانتقال بطائرة خاصة تم توفيرها من قبل النادي الأهلي، طائرة خاصة يستقلها فريق النادي الأهلي في تمام الساعة يعني الساعة 11:40 صباحا هيستقلها فريق النادي الأهلي. يعني المسافة تستغرق من 50 ل 60 دقيقة، هيصل بعدها فريق النادي الأهلي لمقاطعة بولاوايو، وهيبدأ إن شاء الله أولى تمارينه أو مرانه هيكون في تمام الساعة 4:00 على الملعب اللي هتقام عليه المباراة. في جلسات بيعقدها
الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه مع الكابتن سيد والاستاذ الكابتن سمير عادلي ومعالي السفير محمد فهمي اللي حريص ان هو يكون متواجد كل يوم في مقر الاقامه في التمرين. كان متواجد بالامس في مران الفريق وكان متواجد النهارده وبيحاول ان هو يجمع افراد الجاليه المصريه والعربيه وهيكون متواجد هيسافر معانا ان شاء الله الى مقاطعه بولاوايو غدا بمشيئه الله. بيحاول ان هو يجمع كل افراد الجاليه المصريه والعربيه والاتصال علشان الجميع يكون في مؤازره ومسانده النادي الاهلي. ايضا قام معالي السفير محمد فهمي بطباعه اعلام النادي الاهلي يعني على نفقاته الخاصه من اجل ان يكون موجود مع افراد الجاليه المصريه. ده دايما عهدنا بكل من ينتمي يعني لبلدنا الغاليه مصر وده الحب الموجود للنادي الاهلي. ايضا معالي السفير محمد فهمي صرح لنا ان هو واحد من مشجعي النادي الاهلي وصرح معانا على قناه النادي الاهلي ان هو سعيد وفخور جدا مع حضرتك يا باشمهندس. بص يا فاروق دلوقتي هل في اي معلومات عن تغيير اوضاع او لعيبه جديده او لعيبه مشيت بالنسبه للبلاتينيوم عندكم في انت قدرت ترصد معلومات في هذا الشان ولا لا؟ هو تم رصد بعض المعلومات بالفعل يا باشمهندس. الامور دي وصلت طبعا لمستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ حتى اتكلمنا فيها النهارده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. قال بالفعل احنا عرفنا ان في اربع لاعبين تم قدومه وفي اربع لاعبين طبعا تم استبعادهم من المجموعه اللي شاركت في اللقاء الاخير وايضا تغيير الجهاز الفني لفريق بلاتينيوم. قال كلها امور هي بتزيد من صعوبه اللقاء في ظل الاجواء ولكن لاعبي النادي الاهلي دايما بيتمتعوا بالكثير من الخبرات سواء التعامل مع اجواء المباراه اجواء الملعب اجواء الطقس هنا في زيمبابوي وتغير اجواء يعني تغير الجو بكل فصول السنه بنشوفها في يوم واحد. ولكن يعني اكيد الامور دي كلها الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ريني فايلر وضعها في الحسبان والواضح جدا ان النادي الاهلي ملم جدا بكل التفاصيل الصغيره والكبيره في فريق بلاتينيوم سواء اللعيبه اللي رحلت او اللعيبه اللي تم استقدامها. ايضا في لعيبه تم استخدامها ولكن مش هتشارك في هذا اللقاء وايضا الجهاز الفني الجديد يا باشمهندس. طيب فاروق درجه الحراره عندك هل الامطار فعلا درجه الحراره بارده ولا امطار بدون حراره؟ هو الاهم هناك الملعب يعني نقدر نقول امس يا استاذ ابراهيم درجه الحراره كانت ما بين 27 درجه ل 15 درجه سبعة الدرجه العظمى والدرجه الصغرى ومع حراره الجو شفنا سقوط امطار وده دي الطبيعه هنا في زيمبابوي ان سقوط الامطار بيبقى مرتبط بحراره الجو يعني الاجواء مختلفه تماما عكس الاجواء في مصر يعني الاجواء اللي بيعيش الطقس في مصر البرد والصقيع وسقوط الامطار. هنا الاجواء النهارده كانت مميزه جدا درجة حرارة الجو 26 درجة وكانت درجة الحرارة الجو ملائم جدا ما كانش فيه سقوط أمطار. أيضا من المحتمل أن يعني خلال يوم الجمعة إن شاء الله غدا ويوم السبت درجة الحرارة هتتراوح ما بين 24 ل 27 درجة مئوية دي الدرجة درجة الحرارة. لكن الطقس هنا نقدر طقس ملائم إن شاء الله ويكون يعني نحاول بس مشيت لنا نتجنب سقوط الأمطار لأن يا أستاذ إبراهيم سقوط الأمطار لما بيبقى في سقوط امطار بيبقى امطار بغزاره اللي شفناها في الملعب في المران امس يعني ان شاء الله نتجنب موضوع سقوط الامطار. لكن باستثناء هذا الامر الطقس هنا اكثر من رائع وطقس مميز جدا يعني امس كان في ارتفاع نسبه الرطوبه النهارده الدنيا اقل غدا الجمعه ويوم السبت هتكون نسبه ودرجه الرطوبه اقل بكتير. طبعا بلاتينيوم في العاصمه ما فيش احساس بشعبيه ليه مش كده؟ جماهير العاصمة جماهير العاصمه خليني اقول لحضرتك ان يعني منذ وفود لاعبي النادي الاهلي الى هنا الى زيمبابوي الجميع في حاله ترحيب تام بالنادي الاهلي. جماهير الدينامو زهراري بالمناسبه بعض الجماهير من جماهير الدينامو زهراري بيرحبوا بالنادي الاهلي وجايين ان هم يؤازروا ويساندوا النادي الاهلي. فريق بلاتينيوم يعني مش بيتمتع بشعبيه كبيره في زيمبابوي او في هراري بالتحديد ولكن نقدر نقول كافه الجماهير الزيمبابوي
جماهير زيمبابوي ودينامو زراري، الجميع عندهم حاله من الشغف لمتابعه النادي الاهلي، وكلهم بيتابعوا اخبار النادي الاهلي، ويعني سالوا اكثر من مره سواء مع معالي السفير او الكابتن سعيد على النادي الاهلي وحاله لعيب النادي الاهلي. الامور المهمه جدا هي حاله الود اللي موجود عند شعب زيمبابوي في كل مكان احنا بنروحه للفريق، الجميع بيرحب بالنادي الاهلي. يعني ان شاء الله الجميع بينتظر المباراه، طبعا قيمه واسم النادي الاهلي والامور اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيها عن قيمه واسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي والدور اللي بيبذله مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله امور كلها تكلل بالنجاح. ايضا استاذ ابراهيم والباشمهندس، في لقاء ان شاء الله يكون موجود مع حضراتكم عن مع الدكتور خالد محمود عن طبيب النادي الاهلي، اتكلمنا فيه في كل الامور، اطمنا من خلاله على حاله اصابات اللاعبين سعد سمير وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات ومحمد محمود ومحمود وحيد واقرب اللاعبين اللي ان شاء الله قلنا فيه كل التفاصيل، طمنا على حاله اللاعبين الاهلي الطبيه. وايضا لقاء مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس بعثه النادي الاهلي، اتكلمنا فيه في كل الامور وكل التفاصيل، ووضح من خلاله الكثير من الامور. لقائنا يكونوا موجودين مع حضراتكم ان شاء الله، وكل جماهير النادي الاهلي تتابعهم وتعرف كل التفاصيل من خلال حضراتكم. متشكرين جدا يا فاروق. ملك وكتابه ان شاء الله اول ما يجهزوا هنعرضهم يا فاروق. شكرا جزيلا للزميل، وتحياتنا لكل البعثه موفد قناه الاهلي الى هراري. اعتقد حضراتكم في الصوره بالكامل حول اوضاع الاهلي في زيمبابوي.